أهلا بكم من جديد إلى فقرة ضيف المنتصف. ضيفنا اليوم هو مارتن داي المتحدث باسم الحكومة البريطانية والذي ينضم إلينا هنا داخل الاستوديو. أهلا بك سيد داي. أهلا وسهلا. اليوم أقر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي عقوبات مشددة وهي الأكثر تشددا ضد إيران. كان معنا ضيف إيراني في منتصف اليوم في هذه النشرة قال إن الأوروبيين بريطانيا من بينهم طبعا يودون إفشال الاتفاق الذي تم برعاية تركية برازيلية لإبقاء هيمنة هذه الدول الكبرى. ما ردك؟ لا نريد إفشال هذه الصفقة بين تركيا برازيل وإيران، ولكن هذه الصفقة لتبادل اليورانيوم في الخارج لا تحل جوهر المشكلة ما بين المجتمع الدولي والحكومة الإيرانية. ما هي هذه المشكلة؟ لدينا مخاوف حقيقية عن الطموحات الإيرانية النووية. طبعا من حق إيران أن تطور برنامج لأغراض سلمية، هذا حق أي دولة، ونحن في دول الست الكبرى مستعدون لدعم هذه البرنامج النووي الإيراني لأغراض سلمية. ولكن سيدي عفوا، يعني تقول لا نريد إفشال، ولكن لو عدنا بالزمن إلى الوراء عندما جرى هذا الاتفاق التركي برازيلي إيراني في اليوم التالي أو بعد فترة وجيزة أقر مجلس الأمن بضغط من الدول الكبرى عقوبات مشددة جديدة على طهران. بالأمس تحدث وزير خارجية تركيا أوغلو عن أن إيران تود الحوار، اليوم الأوروبيون يقرون عقوبات شديدة، هل هذا صدفة؟ الحكومة الإيرانية تنتقل من النقيض إلى النقيض، يوم واحد تقول شيء واليوم اللي بعده تقول شيء آخر. نحن نريد الجلوس مع المسؤولين الإيرانيين لمعالجة هذا الملف النووي الإيراني. كيف تقول شيء ونقيضه؟ متى لم تقل إيران أنها لا تريد الحوار؟ مثلا في شهر أكتوبر من السنة الماضية كان هناك اجتماع أول بين مجموعة دول الست الكبرى مع الحكومة الإيرانية في جنيف. الحكومة الإيرانية في هذا الاجتماع تعهدت باجتماع ثاني في جنيف في شهر أكتوبر. في نهاية المطاف الحكومة الإيرانية رفضت هذا الاجتماع. في نفس الاجتماع في جنيف اتفقت الحكومة الإيرانية من حيث المبدأ على تبادل اليورانيوم في الخارج، ولكن حتى وبعد هذا رفضت هذه الصفقة. اليوم هي تقول إن هي سوف يعني تبادل اليورانيوم في الخارج. نرحب بمثل هذه الخطوة كخطوة لإعادة بناء الثقة في مفاوضاتها. يعني أنت تدخلنا في تفاصيل اجتماعات، لكن ثمة ما هو أقرب إلى الحديث عن الشيء ونقيضه من قبلكم أنتم كأوروبيين كبريطانيا مثلا. أنت تقول إيران تقول شيء ونقيضه، ألستم أنتم من يقول شيء ونقيضه؟ تريدون من إيران ألا تطور سلاحا نوويا، وإسرائيل في المنطقة لديها سلاح نووي ولا تقولون شيئا لها؟ سوف تتطرق إلى قضية إسرائيل. أتحدث عن المبدأ هنا، إذا كنت تتحدث عن مبدأ التناقض فهناك تناقض من جانبكم قبل أن يكون من جانب إيران. ليس هناك أي تناقض في الموقف البريطاني في هذا المجال. نحن نريد جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من كل أسلحة الدمار الشامل بما فيها الأسلحة النووية. لذلك نروح بما فيها إسرائيل؟ بما فيها إسرائيل. نريد انضمام إسرائيل إلى اتفاقية الحد من الأسلحة النووية، وانضمام باكستان والهند أيضا، ونريد جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من كل أسلحة الدمار الشامل. ما الذي فعلته كي تصبح منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل، أسلحة نووية؟ ما الذي فعلتموه بالتحديد مع إسرائيل لكي نقتنع بأن ما تفعلونه مع إيران يطبق أيضا مع دول أخرى على رأسها إسرائيل؟ بعد مناقشات مطولة في نيويورك منذ شهرين تقريبا اتفقت دول العالم على عقد مؤتمر في سنتين 2012 لمناقشة كيفية الوصول إلى لجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة الدمار الشامل. نحن في الحكومة البريطانية نعمل على نجاح هذا المؤتمر لأننا نريد
كما قلت جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من كل أسلحة دمار الشام وأكثر من هذا. يعني عفوا تقول بأن إيران قد تطور، يعني إيران لم تملك بعد الأسلحة النووية وها أنتم تفرضون عليها عقوبات، وكما يقول ضيف الإيراني عندما يتفق مع برازيل وتركيا يأتي الأوروبيون ويشددون العقوبات، بينما إسرائيل لديها فعليا أسلحة دمار الشام، لديها أسلحة نووية وهناك تقارير تقول ذلك، وكل ما تقوله أنكم منذ شهرين اجتمعتم وتحدثتم بالأمر، ولكن كل الأدلة تثير إلا أن لدى الحكومة الإيرانية طموحات خطيرة جدا. تحاسبها على النوايا، لماذا لا تحاسب على ما هو موجود؟ لو سمحتي ماذا أقول هذا؟ لأن في الوقت الحالي الحكومة الإيرانية متمسكة بتقصيب اليورانيوم لدرجة 20%، في حين لا تملك التكنولوجيا اللازمة لتحويل هذا اليورانيوم إلا وقود نووي. طيب إضافة إلى ذلك يتم بناء مفاعل نووي في بوشهر، وروسيا سوف تزود إيران بالوقود النووي لهذا المفاعل، لذلك كل هذا يعني إن إيران ليست بحاجة إلا هذا اليورانيوم المنقصب، ليس هناك أي استخدام، ليس هناك أي استخدام سلمي لهذا اليورانيوم. طيب ولماذا أخيرا فقط كي أقفل هذا الباب، ولماذا إسرائيل تحتاج إلى سلاح نووي موجود لديها؟ كما قلت نحن نريد جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من كل أسلحة دمار الشامل، ولكن كما نقول باللغة الإنجليزية الخطة لا يعالج بخطة، لذلك يعني تعترف أن هناك خطأ في إسرائيل وخطأ من قبلكم في معالجته. موقف الحكومة البريطانية من إسرائيل ومن الهند ومن باكستان واضح وثابت، نريد انضمام هذه الدول الثلاثة إلا معاهدة عدم الانتشار النووي، ونريد جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة. طيب تقول هناك خشية من أن تطور إيران هذا، من أن تخصب اليورانيوم وهي لا تحتاج إليه، ما المانع، ما الضير في أن تدعموا الاتفاق الذي تم برعاية تركيا والبرازيل، أم أنكم لا تريدون نفوذا لأي دولة أخرى؟ لا، نرحب بالجهود البرازيلية والتركية من أجل إبرام صفقة بين إيران وتركيا والبرازيل ومجموعة فيينا، ولكن كما قلت منذ عدة دقائق هذه الصفقة إذا نفذت ولم تنفذ حتى الآن، هذه الصفقة لم تحل المشاكل المشكلة الجوهرية بيننا وبين الحكومة الإيرانية. عفوا تقول لم تنفذ بالأمس فقط، دعني لا أدري إن كنت تعلم بهذا التصريح، أعلن وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو أن نظيره الإيراني أكد مرة أخرى أنهم مستعدون لبدء مفاوضات مع مسؤولة سياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون كممثلة لمجموعة 5+1. نعم، و نحن في الحكومة البريطانية نرحب بأي خطوة تدل على التزام إيران بمسؤولياتها تجاه المجتمع الدولي واستدادها للانخراط الكامل في مفاوضات لمعالجة هذا الملف. نحن نريد في أي مكان في أي وقت الجلوس مع مسؤولين إيرانيين لمعالجة هذه أزمة عن طريق المفاوضات، ولكن حتى الآن وللأسف شديد الحكومة الإيرانية هي الجهة التي رفضت هذا.